بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير مشاهدينا وأحبابنا وين ما كنتوا تتابعونا داخل الكويت وبرا الكويت، ومساء جميل جمعنا معكم دوم على الخير والمحبة مع ضيوفنا الكرام اللي راح ينورونا الليلة باستديو مسائي، وننطلق معكم على الهواء مباشرة عبر شاشة الجميع تلفزيون الرأي. أحبابنا ومتابعينا، بداية يعني نتقدم بأحر التعازي لمقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، وأسرة آل الصباح الكرام بوفاة المغفور لها بإذن الله الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح. نسأل الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. رحمة الله عليها الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح يعني عرفت دائما بدورها الإنساني والاجتماعي، وهي التي دشنت مسابقة الأم المثالية في الكويت، ونظرا أيضا لأعمالها الخيرية في رعاية الأيتام والمساكين والفقراء داخل الكويت وبرا الكويت، ودعمها دائما المستمر للمرأة الكويتية والوقوف دائما بجانبها، كان يطلق عليها أم الكويت. رحمة الله عليك، إلى جنات الخلد بإذن الله. إن القلب ليحزن. بعد سنوات كثيرة بين العمل الخيري والنشاط الاجتماعي، سلمت الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح روحها إلى الباري عز وجل فجر اليوم، لتفقد الكويت إحدى نسائها المخلصات. الراحلة الشيخة فريحة الجابر الأحمد الصباح ارتبط اسمها بالأم المثالية لاحتضانها وتأسيسها مسابقة الأم المثالية، كما كان لها دورا إنسانيا واجتماعيا تجاه كافة شرائح المجتمع، ولكن الأبرز كان الجانب النسائي. رحم الله أرواحا فارقتنا بأجسادها، ولكنها باقية بأعمالها. ربي يغفر لها ويرحمها ويلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان، وإلى جنات الخلد بإذن الله الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح. راح أنطلق معاكم استعراض حلقاتنا لهذا اليوم أو فقراتنا لهذا اليوم، حيث إن شاء الله عندنا العديد من المواضيع المختلفة، بداية مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية واللي تعمل دائما على قدم وساق مشكورين لاستقبال مواسم عدة الأمانة، لكن إحنا بما إحنا مقبلين إن شاء الله على موسم الأضاحي وعيد الأضحية في مسالخ الكويت، اليوم راح نتكلم عن الاستعدادات من خلال أيضا الجولات التفتيشية، ونقف على آخر التطورات وتنفيذ التعليمات الواجب اتباعها للمحافظة على سلامة الإجراءات والسلامة الغذائية للمواطنين والمقيمين أيضا. وأيضا راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، راح يكون معنا ضيفتنا بهذا الشأن، وهي الدكتورة أمل الرشدان، وهي نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. وكذلك محطة أخرى راح ننتقل لها في هذا المساء من الغذاء إلى الطاقة، ولكن هذه المرة راح يكون عن الطاقة البديلة واللي تسعى جميع الدول في مقدمتها الكويت إلى تدشينها في البيوت ومرافقها العمومية، كذلك للحفاظ على البيئة والطاقة النظيفة. كذلك من هذه الأمور والنقاشات راح تكون معانا اليوم في على طاولة مسائي، راح نتحدث فيها مع ضيفنا الدكتور يحيى الهدبان، وهو باحث ومتعاون مع معهد الأبحاث الكويتي في قسم الطاقة البديلة. وكذلك لنا محطة في هذا المساء ختاما راح تكون مع تم شريحة كبيرة منكم أنتم بالدرجة الأولى، كلنا تقريبا كلنا يهمنا هذا الموضوع لأنه متعلق فينا ومتعلق بحياتنا اليومية، مع من خلال نسمع بين فترة وفترة، وهو اقتحام الأجهزة الذكية لحياتنا واقتحام الآخرين لهذه الحياة من خلال هذه الأجهزة الذكية، وما هي المشاكل المترتبة على ذلك، وشنو المشاكل اللي احنا قاعدين نقع فيها من غير علمنا، وكيف احنا نحصن أنفسنا نحصن أجهزتنا من الاختراق وغيره، وما هو المطلوب لرعاية هذا الجهاز، هل هو محتاج إلى تحديث بين فترة وفترة، هل هو محتاج إلى تغيير بين فترة وفترة. مواضيع كثيرة راح نتكلم عنها إن شاء الله في بما يخص الأجهزة الذكية مع ضيفنا الأستاذ عبدالله أصغر، وهو راح يتكلم بهذا الموضوع. راح نطلق معاكم مع ضيوفي، ولكن إن شاء الله بعد الفاصل.
حياكم الله أحبابنا. تعتبر الهيئة العامة للغذاء هي الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن سلامة وصحة جميع الأغذية، لكن متى بالضبط؟ هل قبل لا تدخل الكويت، عند المنافذ، بعد ما تتوزع على المراكز التجارية وغير التجارية؟ راح نعرف هذا الموضوع، وبما أن إحنا أيضا هذا هو محور من محاورنا، وكذلك أيضا مقبلين إن شاء الله على عيد الأضحى المبارك، يعني راح نتكلم عن المسالخ، جميع المسالخ هل هي مستعدة لهذه المناسبة ووفق المتطلبات والاشتراطات الصحة العامة؟ كل هذه الأمور راح أتكلم عنها مع ضيفتنا الدكتورة أمل الرشدان، وهي نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. مساك الله بالخير دكتورة، حياك الله، هلا مرحبا فيك. الله يحييك، الله يسلمك، يا هلا مرحبا. لكن قبل ما نبتدي معك ومع أسئلتنا، عندنا هذا التقرير راح نشوفه عن المسالخ ونرجع لكم إن شاء الله. أول شيء المواطنين بقدوم عيد الأضحى المبارك. إحنا كهيئة الغذاء والتغذية طبعا كاشتراطات صحية شيكنا على جميع مسالخ دولة الكويت، إن نشيك على كروت الصحة للعاملين فيها، وأيضا الاشتراطات الصحية في المبنى بشكل كامل. زاد على ذلك طبعا يتم الكشف على الذبايح بعد ذبحة وتأكد من سلامتها للمواطنين. إحنا هنا مهمتنا نطلع لحوم جيدة خالية من الأمراض، خالية من التلوث، صالحة للاستهلاك الآدمي، وعشان نحقق الخطوات دي بنعمل عدة مراحل. طبعا يتم الكشف الظاهري على الذبيحة قبل لا تدخل صالة الذبح والكشف عليها في حال وجود أي أمراض ظاهرية. أول حاجة الحيوان يبقى فيه حيوية، ما يبقاش خامل، الجلد بتاعه أو الشعر بتاعه يبقى نظيف، ما فيهوش جروح، ما فيهوش تقرحات. بنبص لراسه، العينين بتبقى لمعة وبراقة، ما فيهاش إفرازات. بنبص برضو للأنف وللفم، ما يبقاش فيه إفرازات، ما فيش تقرحات، ما فيش جروح. وبنشوف السنان على أساس نعرف إن الحيوان دوت هل كبير في العمر أو صغير في العمر. بعد الكشف بنشوف الذبيحة من بره، هل هي هزيلة أو مش هزيلة، فيها اكتمال نسف ولا عدم اكتمال نسف، فيها يرقان أو لا، المنظر العادي للذبيحة. بعد كده بنشوف الكبدة، إذا كان فيها أي كبدة، إذا كان فيها ديدان كبدية أو فيها تليفات، بنشوف هل أثرت على الذبيحة أو لا. ما أثرتش بتلف الكبدة والذبيحة بتعدي. وبعد كده بنشوف القلب، لو في حويصلات بنكشف على بقية الذبيحة ونشوف هل كده كويسة أو مش كويسة. وبعد كده بنشوف الطحال وبقية الذبيحة والتصاقات الصدر. أحب أوجه بس كلمة بسيطة حق يعني المواطنين أو المقيمين، إن يتأكدون من سلامة أضاحيهم وإن يتوجهون حق المسالخ بصورة مباشرة، على أساس يتم ذبح أضحيتهم بالطريقة الصحيحة والسليمة الفنية ويتم الكشف عليها، يعني خوفا أن تكون هذه الذبيحة مصابة أو يكون فيها مرض لا سمح الله، ويتم الكشف عليها من الجهات الرقابية اللي هي من الهيئة العامة للغذاء والتغذية. دكتورة أمل، مساك الله بالخير مرة ثانية، وقواكم الله على هذا الجهد الجبار اللي قاعد تقومون فيه وهذه الاستعدادات. يعني بداية خلينا نتكلم على شنو هي تجهيزات هيئة الغذاء، الهيئة العامة للغذاء والتغذية. احنا نقوم بالتشيك على المسالخ المركزية، نشوف الاشتراطات الصحية متوفرة فيها، نشوف عمال الجزارين لازم يكون عندهم كروت صحية،
ونشيك ايضا على النظافه العامه للمسالخ. يعني هم موظفين عندكم اللي يعملون في المسلخ؟ لا، هم تابع المستثمر. احنا نعرف نعرف المسالخ المركزيه هو نظام بي او تي، فاحنا فقط الهيئه مسؤوله على إشراف. الرقابه والاشراف. نعم. والاطباء تابع للشركه ولا لكم انتم؟ لا، المفتشين والاطباء البيطريين تابعين للهيئه. ها، تابعين الهيئة. أي أما العمال النظافة والجزارين يكون تابعين للمستثمر. طيب، عدد المسالخ اللي راح تكون مستعدة بدولة الكويت عندنا هني لموسم عيد الأضحى المبارك؟ إنزين، إحنا بالنسبة للمسالخ المركزية 4، كان تنسيق مع اتحاد الجمعيات. نعم. فتم الاتفاق على 8 مسالخ مؤقتة غير الأربعة؟ غير الأربعة 8. ها، 12 يعني. نعم. تابع الجمعية، ووحدة يكون تابع جمعية اتحاد مربين الثروة الحيوانية، فتوتل يكون 9. 9 أو 13 صار؟ لا، مع 4 و8 مع المسالخ المؤقتة 9. نعم. والمسالخ المركزية 4. فتوتل يكون 13. 13، ولكن كلها خاضعة لرقابة هيئة الغذاء والتغذية. نعم. بأطبائها البيطريين وبفرقة تفتيشية من قبلكم. نعم نعم. طيب، دوركم الآن داخل المسلخ تحديدا، أو متى يبتدي دوركم بالضبط، مسؤوليتكم؟ أوكي، مسؤوليتنا تبتدي من أول ما توصل المواشي. المواشي، نعم. أوكي، فإحنا نعمل عليها تفتيش، فحص ظاهري. توصل وين، المينا ولا توصل عندكم المسلخ؟ لا، أوكي، بالنسبة حق المينا، لما توصل المينا إحنا مو مسؤولين، الهيئة العامة للزراعة هي مسؤولة على المواشي. الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية هي المسؤولة عن المواشي عند وصولها عند الموانئ البرية. نعم. أو البحرية. بحرية. نعم. أو الجوية إن أمكن، وإذا فيها أي إصابات هي تحت مسؤولية الهيئة العامة. نعم. للزراعة والثروة السمكية. إحنا مسؤوليتنا متى، لما المواشي توصل عند المسلخ. نعم. فإحنا نقوم بكشف ظاهري لها، انزين، ونذبحها، وبعد الذبح نشوف كشف بعد الذبح. ها، يعني عندكم فحص قبل الذبح وبعد الذبح. نعم. بين ان فيها خلل ولا تصلح للاستهلاك الادمي. اوكي، اذا لا تصلح للاستهلاك الادمي نعطي اشعار اتلاف، فالمستهلك ياخذ هذا الاشعار يوديه مكان ما شراها، يا اما يستبدلها. نعم. أو أنه يعطونا المبلغ. نعم. المالي. طيب، والشخص اللي باع هذه الأضحية أو باع هذه المواشي وهي اكتشفت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، هل تطلعون عليه؟ هل تبلغون عنه؟ لا، هو طالما حي فمسؤولية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. نعم. هو يدخل تحت مسؤوليتكم فقط عند دخوله للمسلخ. نعم نعم. عند دخول. طيب. نعم. إذا بنتكلم على الأسعار، يعني ظهر وسائل التواصل بين 4 دنانير اعتقد او 5 دنانير. مثل ما قلت انا، احنا جهه رقابيه ومو مسؤولين على الاسعار، واللي حددها هو المستثمر. المستثمر اللي موجود داخل المسلخ هو اللي يحدد السعر؟ هو اللي يحدد السعر برقابه مسبقه من وزاره التجاره اعتقد. نعم، التجاره او وزاره الماليه. احنا علينا الذبح والرقابه والتفتيش. ما لكم علاقه. اما المبالغ لا. ما لكم علاقه. ما صحه المواشي قلنا احنا ان وقت الذبح فقط، ما لكم علاقه بالاستيراد وغيره والامور هذه. نعم. كلها. نعم. والمستورد نفسه ما لكم اي علاقه فيه ولا. انتم عندكم ضبطيه قضائيه؟ نعم، الهيئه عندها ضبطيه قضائيه، المفتشين عندهم ضبطيه قضائيه. متى يتفعل دورها، او دورها يعني متى تكون مسؤوليتكم في تحرير الضبطيه القضائيه؟ وين في؟ اوكي، اذا تتكلم على قطاع التفتيش والرقابه. نعم. اوكي، يعني مو بس المسالخ، فاحنا نفتش على المطاعم، على البقالات، على الجمعيات. فهني المفتش عنده ضبطيه القضائيه وهني يصدر المخالفات. اي، شو تفتشون عليه بالضبط؟ يعني هو معقوله ما يمشي معاه جهاز مثلا، ولا هو على حسب الخبره اللي يتمتع فيها المفتش، ولا؟ اوكي، حاليا هو يقوم بالكشف الظاهري. نعم. زين، واذا شك بالماده الغذائيه ياخذ منها عينه ويبعثها للمختبر. طيب. يحرز على الماده، يبعثها للمختبر اذا شاك في الماده. نعم. فنتيجه المختبر تطلع، نتيجه المختبر اذا صالحه اوكي، اذا مو صالحه نقوم باتلافها. هذا ايش كثر يستغرق من وقت؟ يعني والماده تبقى والمحل يبقى شغال لحين ظهور النتيجه، ولا تغلقونه لحين؟ احنا هو المفتش شك بالماده. نعم. فيحرز عليها. طيب. لما يشك فيها يحرز عليها.
إنزين. أو يأخذ عينة منها. ما نتيجة المختبر اللي تطلع حسب نتيجة المختبر، إذا صالحة أوكي، إذا مو صالحة اللي حرز عليها يقوم بإتلافها. واضح دكتورة، لكن أنا راشد اليوم مفتش ورحت لهذا المطعم ولقيت لي مادة شكيت فيها خذيتها. المطعم أنت كمفتش؟ أنا كمفتش. نعم. المطعم يظل شغال لغاية ظهور النتيجة من المختبر، ولا أنا أقدر أقفل هذا المكان بحكم ضبطيتي القضائية وننتظر؟ أوكي. إنزين، إحنا بالنسبة إذا نسكر المحل أو مخالفات يحكمنا لوائح الهيئة. عندنا لائحتين، ثلاث لوائح، المسالخ والرغابة الغذائية والتراخيص الصحية وقانون إنشاء الهيئة. فإحنا نخالف بموجب هذه اللوائح والقانون، فإحنا ممكن نسكر المحل إذا كان في يتداول أو يبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وثبتت عن طريق المختبر، فنسكر المحل. أنا هذه نقطتي، عملية الإقفال هل هي بعد ظهور النتيجة أم قبل ظهور النتيجة ومجرد الشك أقفلها مؤقتا حتى لا أحد يتعامل معاه لحين ظهور النتيجة؟ لا، أنت إحنا ما نقفلها مؤقتا. ها، ما في إقفال إلا بعد ظهور النتيجة تروحون تقفلونه. أي، هو شك يأخذ عينة تطلع النتيجة، النتيجة تقول إنها هي غير صالح للاستهلاك الآدمي، بناء عليه يحول رأسا للنيابة، عشان هذه من إنشاء قانون الهيئة. جميل. مخالفة جسيمة. نعم، راح أستكمل حواري مع حضرتك لكن بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل مشاهدينا، لنا عودة، ابقوا معنا. دكتورة أمل الرشدان، نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بوقف معك على النقطة هذه لأن جدا مهمة للمشاهد الكريم. نعم. قد يتساءل البعض، يعني معقولة يا راشد الرقابة تطلع وتفتش على هذا المكان ولقيت مثلا هذا المطعم اللحوم اللي فيه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ياخذ منه جزء ويروح يوديه حق المختبر يفحص، ياخذ له أسبوع أسبوعين وتطلع النتيجة أنه فاسد والمحل ما زال مفتوح وناس كلت منه، يعني ايش ذنب هالعالم؟ معقولة تخلون المحل مفتوح ولين تطلع النتيجة؟ لا، بس خليني أنا أوضح. نعم. للجمهور وللمشاهدين، إحنا إذا شكينا نحرز على الكمية. ها، الكمية كلها؟ نحرز على الكمية كلها. إيه. بس هو يقدر يبيع أشياء ثانية، بس اللي شاكين فيها نحرز عليها كلها لين بتطلع نتيجة التحليل. يعني شكيتوا باللحم خذيتوا اللحم كله؟ كله، حرزنا على اللحم كله. شكيتوا بالحليب خذيتوا الحليب كله؟ نعم نعم نعم. يعني عندكم سيارات متوفرة لحمل هذه المواد وغيره؟ نقدر نحرزها عند شو اسمه، عند المطعم نفسه. بحكم القانون؟ بحكم القانون، ويعرف انه ما يتصرف فيها، واذا تصرف فيها تأتي له مخالفة. واذا ثبت عكس ذلك انها سليمة ترجعوا له اللحوم هذه، ترجع له. نعم، واذا غير صالحة للاستهلاك الآدمي المحل يتسكر كله. المحل كله يتسكر؟ نعم. في مخالفة إدارية وفي شغلة قضائية أعتقد أو قانونية، في إدارية أسبوع يتبطل وفي أوكي. بس خليني أوضح. نعم. إذا كانت المخالفة جسيمة اللي هي شنو، غير تداول بيع المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. نعم. غير مطابقة للمواصفات أو مخالفة للشريعة الإسلامية، هذه تروح النيابة رأساً. هذه تحول النيابة وغلق. إيه، غلق وما في فتح، ما يفتح مرة ثانية. ما يفتح مرة ثانية، يفتح مرة ثانية شنو؟ في حالة الإشراطات الصحية، مثلا يكون التكييف معدل، النظافة العامة. فهذا نضطر نفتح له عشان يزيل المخالفة. طيب، الناس فيكون فتح مؤقت. طيب، يعني أنت عارفة عدد ما شاء الله السوق الغذائي بالكويت كبير جدا. نعم. هل عندكم الفرق الكافية لتغطية الكويت؟ هو أمانة ما في عندنا، بس كثر إحنا ما نقدر، ما شاء الله الشباب نشيطين وعندنا نظام النوبات، فالنظام النوبات تساعدنا إن 24 ساعة الهيئة شغالة. شغالين. أي. وعندكم إحصائيات دورية بهذا الأمر، ارتفع نسبة مثلا المخالفات، قلت، متوسطة، فيها الشيء هذا موجود عندكم؟ نعم موجود، عشان شهريا نحصل على إحصائيات، الحين صار أسبوعيا. نعم. نحصل على الإحصائيات ونجمعها أو نقدم تقرير لمدير العام للهيئة. نعم. سيد عيسى الكندري شهريا بالإحصائيات، المخالفات. نعم. اللي راحت النيابة. نعم. اللي تم فيها الصلح. نعم. اللي سكننا المحلات أغلقناه. دكتورة، في تعاون معاكم مع جهات حكومية أخرى يعني تمشي معاكم بنفس الخط؟
اللي يساعدونا في هذا عندنا مثلا الداخلية خصوصا في المسالخ. نعم. إنزين مشكورين، يساعدونا جدا في نقطة النظام بالنسبة حق المسالخ. البلدية أيضا يساعدونا في المسالخ، يوفروا لنا عمال النظافة والحاويات لمخلفات الذبائح. نعم. ففي تعاون جدا بين الداخلية وبين البلدية. وأيضا من يتعاون معاكم في عملية الكشف على هذه المحلات التجارية المتعلقة بالغذاء والتغذية؟ فقط هذا التخصص كان سابقا موجود بالبلدية. نعم. وانتقل لكم. وانتقل لنا، فمفتشينا هم اللي يقومون بالتفتيش على المواد الغذائية. في أحد يساهم معاه مثلا، يعني في محلات مثلا قد يتعرض لإيذاء هذا المفتش أو غيره، هل رجال الداخلية يصاحبونكم؟ نعم. مثلا في عمليات التفتيش العشوائية والمنظمة؟ في بين التعاون مع الداخلية إذا احتجناهم، وهم مشكورين ودائما يقومون معنا إذا احتجناهم، خصوصا إذا كان مثلا البائع المتجولين. إنزين قد إحنا ممكن نستعين فيهم. نعم. في معنا تعاون أيضا البائع المتجولين الأغذية أم غير أو أي بائع متجول؟ إحنا الهيئة العامة للغذاء والتغذية فقط مسؤولين على كل ما يأكل ويشرب، فقط للغذاء. نعم. الجوال هذا للمتجولين أنتم فقط مسؤولين عنه؟ نعم. حتى إذا كان مثلا إقامة مسالخ غير مرخصة مثلا عند البيوت الناس، ما بيروح المسلخ، أنا بلقى الصاب عندي للبيت وخلي يذبح الذبائح. إحنا ما بالنسبة حق البيوت إحنا ما نقدر نداهم البيوت. يعني إذا داخل سور البيت ما نقدر. نعم. إذا برا سور البيت إذا كان عشوائي إحنا ممكن نستعين بالداخلية، والداخلية تكون معنا. شو تسووا له؟ شنو المخالفة اللي يعني تطبقون القبض عليه ولا شنو بالضبط؟ القانون شنو يسمح لكم؟ القانون يسمح لنا أنه في ظروف غير صحية، هو قاعد يذبح. نعم. في ظروف الأجواء العامة غير صحية. نعم نعم. طيب فإحنا نعطيه مخالفة على هذا. بس تحررون له مخالفة ولا تسحبون منه هذه الأضحية أو هذه الذبيحة أيا كان، تأخذونها تصادرونها؟ أوكي، فهذه الجزئية تكون معنا البلدية في ياخذون المخلفات او المخلفات المتبقيه من هذه انزين، والداخلية تعطي مخالفه. عموما اغلبيه هذول يكونون مخالفين شنو يسمونهم من لا هم مخالفين بالدوله الاقامه. اي هم اصلا هذا القصاب نفسه قصدك اللي يكسب نفسه اللي يقول. نعم نعم. صاحب الاضحيه، انا راشد اليوم صاحب هذه الاضحيه، ما ابي اروح المسلخ، وفرت شخص لي عندي للبيت، انتم شنو تخالفوني فيه انا ككويتي اليوم؟ لا احنا ما نقدر، اذا انت بالبيت ما نقدر. لا برا البيت، انا قاعد بالمزرعه برا البيت، قاعد احط الذبيحه وقاعد اذبحها. اي قاعد اصلخ، يعني انا ككويتي شنو المخالفه اللي راح اتحملها؟ تتحملها ان انت قاعد تذبح في ظروف غير صحيه. غير صحيه، شو تخالفوني فيه؟ القانون شنو يسمح لكم؟ تصادرون مني هذه الاضحيه، تصادرون مني هذه الذبيحه، تحررون باسمي مخالفه؟ طبعا نحرر باسمك مخالفه بانك انت تتعامل في ظروف غير صحيه قاعد تذبح. بعدين احب انا انبه للجمهور او المشاهدين. هذه نقطه مهمه، احنا ما نشجع على انه خصوصا وقت العيد العالم يقول نبي مستعجلين. صحيح. فما نروح المسلخ نلاقي زحمه وكذا. بس اذا انت جيت المسلخ فيكون في رقابه، فتتأكد انت تتأكد ان الذبيحة اي. بس لما يكون عشوائي، لما تاخذ من على الدوار، انت ذبيحتك ما تعرف ان هي صالحة للاستهلاك الادمي او غير صالحة للاستهلاك الادمي. هذا اول شيء. ثاني شيء، انت مو متأكد ان اللي ذبح لك الجزار هل هو عنده ترخيص صحي ولا لا. قد يكون حامل المرض. نعم. قد يكون في مرض. فمجرد ان يتعامل مع ذبيحه قد يوصل المرض قد يجرح هو وينقل يعني المرض للذبيحه، المرض اللي فيه الذبيحه، وانت تنتقل لك الى اسرتك وبيتك. فهذا مهم ان المضحين النقطه هذه يتجهون الى المسلخ. شنو الاشتراطات اللي تلزمون المسلخ في توفيرها يعني؟ الاشتراطات الصحيه حق المسلخ. نعم. اوكي، النظافه العامه، يكون في صرف صحي، ونعرف إذا ما كان الصرف الصحي ذا كفاءة عالية فيسبب لنا أن يكون المياه راكدة ويطلع روائح. نعم. يكون عنده مخلفات، يكون عنده حاويات حق مخلفات صلبة وسائلة. نعم. نتأكد من التكييف أنه يكون من تهوية، لازم يكون عنده صالة تفصل المستهلكين أو. نعم. المضحين عن أضاحيهم. عن الأضاحي. نتأكد أن هم الأدوات تكون نظيفة ومعقمة مطهرة. يكون عنده أدوات، يكون عنده منظفات. فكل هذه الأشياء مهمة. ماي كفاية
نعم. هذه من الإشراطات. وأيضا من الإشراطات أنه لازم يكون العمال خصوصا الجزارين أنه يكون عندهم كروت صحية، وهذه مهمة. كروت صحية أنهم خالين من أي أمراض. أي، وأنه تكون سارية المفعول. طيب نعم. تقدرين تحددين لنا الأماكن 13 دكتورة، هل يحضرت شيء منها؟ وين أماكنهم حتى الناس تتعرف عليهم إذا يحضرت شيء محدد؟ أوكي، أنا اللي يحضرني جمعية الروضة. نعم. يمكن تكون إشبيلية. نعم. أم الهيمان اللي الحين سمى علي صباح السالم. علي صباح السالم. نعم. أمانة بس هذا اللي يحضرني. هذا الفرعي صح، غير الأربعة الرئيسيين. إيه نعم نعم. إيه. نعم. الأربعة الرئيسيين إذا نذكر المشاهدين فيها. شو اسمه مسلخة حولي. نعم. محافظة الأحمدي. إنزين محافظة الجهرة. إنزين. شويخ. والفروانية. والفروانية. نعم. والشويخ أعتقد شويخ فيها، شويخ ما فيها. لا. مسلخ الموجود بشويخ. لا، لا في عندنا بالفروانية. الفروانية. أو في حولي. حولي. في محافظة الأحمدي اللي هو الظهر. الأحمدي. نعم. وفي الجهرة. وفي الجهرة. نعم. طيب يمكن كنترول بس قبل أن أختم الله يسلمكم، في الاستقبال أي شكاوي كونك أنت أيضا كمواطن رقيب لمشاهدة أو إذا شاهدت أي شيء تعتقد أنه فاسد أو فيه شك أو كذا، ممكن تتواصل معهم من خلال مواقعهم الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا جاهز الكنترول نزلها على الشاشة بعد إذنكم. دكتورة يعني هذا الموقع أنتوا دشنتوه والحين تجهيز الخط الساخن وغيره عدل. نعم. من المواطنين اللي حابين يتواصلون معاكم. نعم. إذا شاهدوا أي شيء أو شكوا في شيء معين. نعم نعم. وممكن هم حتى يجون حق مقرنا الرئيسي في صباح السالم قطعة 8 شارع 207. طيب اذا طلع الماده اساسا مو فاسده ولا شيء، هل تسحبون هذا الشخص انه بلغ وازعج السلطات وكذا وتاذوه وان شنو؟ لا امانه احنا تينا بلاغات وناخذ البلاغ في محمل الجد. نعم. انزين فمجرد يجينا البلاغ نطلع مفتشين، ممكن يكون البلاغ صح. نعم. وممكن يكون البلاغ غير صحيح، بس احنا ما نتهاون، يعني ما نقول لا ممكن مو صحيح، لا. نعم. ناخذ محمل الجد. اذا كان غير صحيح، هل الشخص يعني انا راشد قدمت لكم بلاغ على مطعم وطلع بلاغ غير صحيح، انا احاسب امامكم؟ لا ما نسوي شيء. ما سوى شيء. إذن هذا موقعكم دكتورة at PAFN control هذه؟ نعم. _KW. نعم نعم. هذا اللي حاب يتواصل معاهم إذا شاف أي شيء أو حاب يبلغ. نعم. أي شيء لحين تجهيز باقي الخطوط الساخنة وغيره. نعم. قواتش الله دكتورة. يعطيكم العافية وما تقصرون. الله يعافيك. حاب تقول شيء بالختام، توجهين حق الناس رسالة نصيحة شيء ختاما؟ لا بس نقول لهم أن يتعاونوا معنا في عيد الأضحى. نعم. وأحب أخبرهم أن عيد الأضحى راح يكون المسالخ تكون مفتوحة من بعد صلاة الفجر. نعم. بعد صلاة الفجر أو صلاة العيد؟ لا عفوا عفوا صح. بعد صلاة العيد. نعم. إلى المغرب، هذا أول يوم. نعم. والأيام الباقية تكون من 6 إلى 6، من 6 صباحاً لستة مساءً. لستة مساءً. نعم. بارك الله فيك دكتورة. الله شكراً. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. شكراً. الله يحفظك. كل الشكر لضيفتنا الكريمة الدكتورة أمل الرشدان، وهي نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. مستمرين معاكم بعد الفاصل. أحبابنا موضوعنا الآن راح نطلق معاكم وهو موضوع الطاقة، ويعتبر من المواضيع اللي لاقت اهتمام عالمي كبير جدا، وكانت في هناك محاولات عدة للعثور على الحلول العلمية. الكويت يعني أيضا بظل معاهداتها واتفاقاتها وغيرها، وأن يجب أن تكون هناك طاقة بديلة وطاقة نظيفة وهذه الأمور، هذه معاهدات دولية في كثير من العواصم العالمية، أعلنت أن في السنوات القليلة القادمة خلاص راح تكون المدينة هذه خالية من الشوائب وغيره، وممنوع دخول أيضا بعض السيارات اللي تعمل على البترول وغيره، تكون كلها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة. اليوم راح نتعرف على هذه الطاقة، الطاقة البديلة وتفاصيلها ومميزاتها، شنو هي الطاقة البديلة قاعد نتكلم عنها وكيف احنا نحصل عليها، وهل هي متوفرة عندنا بالكويت أو لا، وهل هي فيها تكلفة أو ما فيها تكلفة، كل هذه الأمور مع ضيفنا الدكتور يحيى الهدبان، وهو باحث علمي مشارك في معهد الكويت للأبحاث العلمية. مساك الله بخير دكتور، حياك الله. مساك الله بخير أخوي راشد، الله يسلمك. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله بخير. عساك بخير، طول عمرك. المقدمة اللي قلناها بنفس موضوعنا أم هي بعيدة عن الموضوع؟ لا لا، في صميم موضوعنا إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم الكويت، خلنا نعرف أول شيء بالبداية حتى المشاهد يمشي معنا خطوة بخطوة، شنو الطاقة اللي إحنا قاعد نتكلم عنها، الطاقة البديلة؟ نعم، إحنا قاعد نتكلم عن الطاقة البديلة وبالتحديد الطاقة المتجددة.
طبعا يعني الكويت بدأت في هذا المسار من أيام السبعينات، ولكن التقنية والتكنولوجيا من ذاك الوقت كانت مكلفة اقتصاديا. نعم. فيعني كدولة مصدر ثرائها النفط، ما كان من المنطقي أن أنا أتوجه إلى الطاقة البديلة وأحاول أني أضع على نفسي يعني تكاليف اقتصادية مجهدة، وأنا عندي النفط كمصدر ثراء أقدر أنا أبيعه بدون ما أكلف على نفسي وما أشتغل ضد مصدر الثراء هذا. ولكن يعني مع مرور السنين صار أن التقنية نفسها والتكنولوجيا تطورت وتكلفتها يعني بدأت تنخفض. بالإضافة إلى أن يعني بدأت يعني الانبعاثات من الدول الصناعية تزيد، مما أدى إلى المواضيع اللي إحنا نسمع عنها الآن، طبقة الأوزون والاحتباس الحراري والتلوث البيئي والأمور هذه كلها. فبدأت الأمم المتحدة وضع قوانين وعقوبات على الدول اللي قاعدة تبث هذه الغازات. يعني في اتفاقيات دولية وقعت عليها أغلب الدول تقريبا. نعم، وآخر وهي ملزمة. بالضبط. هو آخر اتفاق كان اتفاق باريس. نعم. حيث أن يعني في التزامات بالتخفيض من جميع الدول الصناعية، وبالنسبة حق الدول الغير صناعية مثل دولة الكويت دول الخليج إحنا يعني التطبيق يكون طوعي. ولكن يعني خلينا نقول احنا الكره الارضيه هذه بيت الجميع. صحيح. فمن الطبيعي اني انا احاول احافظ على هذا البيت واني اقلل الانبعاثات قدر ما استطيع. فلذلك كان يعني توجه دوله الكويت منذ يعني عام 2012 حضره صاحب السمو اطال الله في عمره في مؤتمر تغير المناخ في الدوحه في عام 2012. صحيح. اعلن قال ان الكويت باذن الله في يعني ستصدر 15% من الطلب على الكهرباء من مصادر طاقة متجددة في عام 2030. 15%. اي نعم. ومن ذاك الوقت يعني بدأ معهد الكويت الأبحاث العلمية بالعمل الدؤوب مع مؤسسات الدولة للوصول إلى هذا الهدف. واعتقد اخترتوا في أشياء يعني تم إنجازها على أرض الواقع، واخترتوا بعض البيوت الخاصة وبعض. نعم. المؤسسات الدولة، وعملتوا فيها اللوائح الشمسية وغيره. كلمنا عن هذه التجربة. صح. دكتور. طبعا يعني احنا مثل ما تقول يعني كتقنية ناجحة على مستوى دول العالم، كان من المهم جدا قبل لا نحتضنها في الكويت ونضع يعني رؤوس أموال طائلة ان نستثمر فيها، كان ضروري جدا ان نشوف هذه التقنية هل هي يعني مناسبة لدولة الكويت. نعلم ان دولة الكويت نعاني من ظروف مناخية قاسية، عندنا فصل الصيف فترة طويلة والحرارة مرتفعة، ونواجه يعني عوائق مثل الغبار والرطوبة والأمور هذه كلها التي قد تؤثر على التقنية. فبدأنا يعني على مثل ما يقولون إنشاء محطات نمطية، حطينا عدة أهداف. بمعنى نبسطها حق الناس، نبسطها المحطات النمطية أن نضع مشاريع نموذجية على حجم مصغر. فبدأنا على سبيل المثال في موضوع إنشاء وتركيب محطات الطاقة الشمسية اللي هي هذه المتجددة اللي معانا على الهواء. اي نعم. اول شيء احنا عشان نحتضن التقنية انشأنا اللي يسمونه المختبر الوطني لفحص الخلايا الكهروضوئية. هذا موقع مختبر خارجي في معهد الكويت الأبحاث العلمية. وبالفيديو نقدر نشوف يعني مهندسين كوادر وطنية كويتية كانوا يعملون على موضوع انشاء المختبر وإجراء الفحص حق هذه الخلايا الكهروضوئية. دعينا مصنعين عالميين لهذه الخلايا الكهروضوئية أن يجون الكويت ويختبرون منتجاتهم. وكثير من المنتجات أو التقنيات اللي كانت ناجحة في أوروبا وفي اليابان لما اختبرناها تحت الظروف المناخية الكويتية بدأت تظهر صعوبات ومشاكل. ولكن الميزة من الاختبار أنه صار هذه الشركات والمصنعين العالميين بدأ يضع الحلول إلى أن وصل أن التقنية صار ممكن احتضانها واستخدامها في الكويت أو دول الخليج أو في الشرق الأوسط في ظل هذه الأجواء المناخية اللي موجودة عندنا. يعني بالضبط. تعمل أثناء الغبار، تعمل أثناء المطر، تعمل هذا. يعني مو مطلوب أن يوفر عمال ينظفونها من الغبار، لا، حتى أنا تأخذ الطاقة الشمسية وتخزن عندي في بطاريات لي درجة عالية من الكهرباء حتى أنها توفرها على مدار 24 ساعة. طبعا هذا كان أحد أهداف المشاريع النموذجية هذه النمطية المصغرة، أن أنا أشوف شنو العوائق، شنو الصعوبات اللي أنا قاعد أواجهها، وبناء عليه راح أحط استراتيجيات لحل هذه المشاكل، من بينها الغبار مثلا. على سبيل المثال إحنا في السابق كنا نعتقد إذا أنا ركبت خلايا شمسية لازم كل يوم أغسلهم، والماء يعني مثل منتج يعني مكلف لأن أنا أسوي تحلية وما أدري إيش، فلازم كل يوم أغسلهم لأن ما راح ينتجون كذا.
فلما سوينا مشاريع ركبنا خلايا شمسية كهربائية بالتعاون مع مؤسسة الكويت التقدم العلمي في جمعيتين، وسوينا مشاريع هم في فوق المنازل، واكتشفنا أن موضوع التنظيف على سبيل المثال ما أحتاج أنا أسويه كل يوم ولا كل أسبوع، بل قد يعني يمر فترة أنه يكون بعد شهر أنا ممكن أنظف، لأن خلال فترة الشهر تراكم كمية الغبار المتراكم ما تكون مضرة أو مؤثرة على كفاءة الإنتاج. فلاحظنا أن موضوع الصيانة اللي إحنا كنا خايفين كتكلفة عالية إحنا قادرين نتعامل معه. دكتور، هذه الألواح الشمسية مرتبطة ببطاريات، يعني إيه هي؟ أنا أعرف هذا الأمر وأعلم تماما أن هناك بعض الجهات العسكرية تستخدم هذا الأمر. نعم. أن هذه الألواح الشمسية تحول هذه الطاقة إلى بطارية تخزن الطاقة فيها، أي، وتعطيني 12 ساعة أو تعطيني 24 ساعة هذا عملية التخزين هذا. نعم. وثاني يوم لما تطلع الشمس تخزن هذه البطارية، يعني ممكن إذا يوم التنظيف البطارية عندي مفولة راح تعطيني اليوم كامل. صح. إذا تشرح هذا الموضوع. طبعا إحنا في موضوع هي، بس أنا أقول إن فكرة البطاريات مثل ما قلت حضرتك أن اللي أنتجه يا أما أستهلكها الآن أو أن أخزنها في بطاريات عشان أستخدمها في وقت المساء أو في وقت ثاني، إيه على حسب يعني توفيرك لهذه البطاريات، شن بطارية أنت حاط عليك نور. إيه؟ ولكن إحنا بدأنا يعني نطبق المشاريع اللي عندنا على أساس نشوف الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة. إيش وصلتوا له من وصلنا ناحية فلوس الصرف؟ إيه؟ نعم، في تكلفة أو لا؟ اللي وصلنا له أن استخدام على سبيل المثال الخلايا الشمسية الكهروضوئية مثلا في المدن وفي عدة أماكن كإنتاج مباشر اللي أنا أنتجه الآن أستخدمه في الشبكة. نعم. يعني منافس لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية. نعم. محطات القوى اللي عندنا ولا كذا. صحيح. على سبيل المثال قد يكون استهلاك يعني قصدي تكلفة إنتاج الكهرباء بعد ما نزيل تكلفة الإنتاج وكذا من الطاقة التقليدية 23 فلس. إنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية الكهروضوئية تصل إلى 28 فلس، فالسعر جدا مقارب. إذا أنا نظرت إلى الجوانب الأخرى اللي هي جوانب أنت راح تكون صديق للبيئة. أيوة. وراح تقضي على إحنا قاعد نحرق نفط في تشغيل هالبطاريات الكهرباء اللي موجودة، وهذا عنصر وايد مهم. أنا إذا وفرت هذا النفط في وقت أنا أستخدم الطاقة المتجددة أو الطاقة الشمسية، والنفط في وقت كان سعر برميل النفط 140 أنا أقدر أبيعه أسواق العالمية بدل حرقة عندي أبيعه، أنا حافظت على البيئة. نعم. وأنا لقيت لي مورد اقتصادي جديد وإن كان الفرق يعني 5 فلوس زيادة طبعا. وهي نعم. أنا أقول لك يعني على سبيل المثال يمكن وهي ثقافة دكتور، يعني لو كل بيت يزيد عنده البطاريات راح أيضا يقلل التكلفة شوي شوي. أي بس أنا كنت جاي حق نقطة إيش اسمه استخدام الخلايا الشمسية الكهروضوئية مباشرة كجدوى اقتصادية مجدي ومنافس للطاقة التقليدية. ولكن أول ما أفكر أني أدخل البطاريات سيتضاعف سعر الرأس المال الاستثماري إلى 3 أضعاف. فبالحالة هذه كجدوى اقتصادية ما راح تكون مجدية. البطاريات قصدك تخزين هذه الطاقة؟ التخزين. هذا نعم. أنت كدولة مثلا تضع البطاريات، لكن كأفراد ها احنا قاعد نتكلم أنا على الأفراد، على الأفراد بالبيت. نعم. عندي أنا راشد عندي ألواح شمسية. أي. شريتها حطيتها حطيت لي بطاريات في البيت، لما أي أضيف عنصر البطاريات حق الخلايا الشمسية راح تضاعف السعر إلى 3 أضعاف. لكن لما أخذ الطاقة مباشرة نفس السعر 38 فلس بالضبط. إحنا قلنا بالكويت شنو قلنا؟ قلنا أن الحين اللي نعاني منه في الكويت ساعة الذروة اللي هي ما بين الساعة 11 إلى الساعة 4 أو 4:30 تقريبا العصر، وهذه بسبب ساعة الذروة اللي يكون طلب على الكهرباء أعلى مدى. فبسبب هذه الفترة القصيرة الدولة كل كم سنة قاعد تضطر أن تبني محطات قوة. نعم. فأنا لما أستعين بالطاقة المتجددة والطاقة الشمسية حق ساعة الذروة وأنتج الشمس متاحة والإشعاع الشمسي والسطوع الشمسي ممتاز، سرعة الرياح بسبب الحرارة تكون مناسبة، فأنا أنتج في هالفترة وغذي إلى الشبكة أدعم الشبكة، فبالحالة هذه أنا راح أحجب الحاجة من أني أنشئ محطات قوة جديدة تكلفتها على الدولة مليارات. فبالحالة هذه استخدام الطاقة البديلة الشمسية أو الرياح في وقت ساعة الذروة هو مجدي أكثر من أني أنا أستخدم مثلا بطاريات وتخزين كذا، لأن تكلفة عالية. ولكن يعني كم عهد أبحاث ومبادرة يعني بوركت موافقة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد طالب عمره، كان في عندنا مبادرة إنشاء محطة الشقاية للطاقات المتجددة، وهذه المحطة يعني مشروع ضخم يتكون من 3 مراحل.
نعم. المرحلة الأولى هو إنشاء المحطة لو هذا معنا على الهواء. أي نعم. نعم هذا محطة الشقاية. نعم. طبعا إحنا محطة الشقاية هذه مساحتها 100 كيلو متر مربع. نعم. الهدف من أن نركب فيها ما سعته 2000 ميجا وات تقريبا 2 جيجا من خليط الطاقة النظيفة. نعم. ولما نتكلم الخليط نقول الطاقة الشمسية بنوعيها الحرارية والكهروضوئية وطاقة الرياح. احنا عشان نوصل حق الهدف هذا شنو سوينا بمعهد الابحاث؟ سوينا حق الكويت خريطة شمسية وخريطة رياح. الخريطة الشمسية حددنا وين أماكن السطوع الشمسي والتركيز الشمسي وين أماكن الرياح اللي تكون مناسبة لإدارة التوربينات الهوائية اللي أنا أقدر أنتج منها هذا. فلقينا أن من أنسب الأماكن اللي هو موقع الشقاية اللي هو قريب من السالمي أو قريب من القرية التراثية. نعم. وبناء على اخترنا هذا الموقع أن ننشئ عليه محطة الشقاية للطاقة المتجددة. نعم. المشروع هذا باختصار هو من 3 مراحل. أول مرحلة راح تكون 70 ميجا. المفروض الآن خلال الشهر هذا إن شاء الله أو شهر ونص راح يكون 70 ميجا تشتغل بشكل كامل وتغذي الشبكة الوطنية. 70 ميجا وات؟ 70 ميجا وات. شنو نعم. تشغل 70 ميجا وات حتى نقرب الصورة؟ 70 ميجا وات خلنا أقول لك شغلة. هي خليط من 10 ميجا طاقة شمسية كهروضوئية و10 ميجا طاقة شمسية طاقة رياح و50 ميجا طاقة شمسية حرارية. نعم. تمام؟ تعلم تماما دكتور بأن عملية الإيصال في طاقة ضائعة أيضا من السبعين. اي الحين خلني اقول لك شغله، احنا في عاده الطاقه الضائعه في المحطات التقليديه تكون من موقع الانتاج الجنريشن. الطاقه النظيفه على سبيل المثال الخلايا الشمسيه ما يكون فيها اللوسس او الخسائر هذه بسبب ان هذا نظام خلايا شمسيه تستقبل اشعه الشمس يتحول الى المحول او الانفرتر. من الانفرتر يروح حق سب ستيشن محطه المحليه حق المحطه، وهذه احنا شابكينها مع محطه وزاره الكهرباء. لكن نعم تشبك، فلذلك الخسائر مو يعني مو مثل شو اسمه، بالعكس هذه مثل ما تقولون عوار راسها اقل، خسائرها اقل، نظيفة وصديقة للبيئة وصديقة للمستخدم نفسه. لكن اللوح الشمسي نفسه كم يعطيني طاقة يستقبل؟ في ألواح شمسية 50، في ألواح شمسية 100، في أي. احنا الآن شنو قلنا؟ قلنا أن المحطة عموما راح تكون هذه أول مرحلة 10 ميجاوات، هذول لوح أو ألواح شمسية مركبينهم سعتهم كلهم مجموعين مع بعض 10 ميجا. 10 مثل التوربينات بعد، وهم التوربينات الهوائيه اللي احنا مركبينها. نعم. المرحله الاولى هي 5 توربينات، كل توربين 2 ميجا. فراح يكون 10 ميجا على موزع على 5 توربينات. نعم. نعم. بالاضافه الى الطاقه الشمسيه الحراريه اللي هي الاطباق المقعره. نعم. هذه راح تكون 50 ميجا. نعم. طاقه الرياح 10 ميجا والطاقه الكهروضوئيه من هذا شبكناهم، تم شبكهم مع شبكة الكهرباء الوطنية في شهر 11/2017. هذا طاقة الرياح؟ هي هذه التوربينات الهوائية، هذه مثال التوربينات الهوائية. هذه العشرة ميجا اللي أول شو اسمه مع الخلايا الكهروضوئية تم شبكهم مع الشبكة الوطنية في وزارة الكهرباء وقاعد تغذي الشبكة. يعني هذه راح تشتغل عن طريق الهواء، ما في كهرباء تشغل التوربينات هذه؟ لا لا لا، هو أي هو تستخدم سرعة الرياح اللي موجودة في الموقع وتنتج كهرباء وتغذي. لا لا لا. بالضبط. الآن احنا في انتهينا من موضوع 50 ميجا حق الطاقة الحرارية اللي أول مرحلة، وسيتم يعني جاري تجريب شبكه مع الكهرباء، لان انت الشبكه هم يعني ما تقدر تشبك مباشره، لازم يكون عندك فتره تجربه. صحيح. وتشوف كل شيء ماشي تمام بعدين. فخلال شهر شهر ونص ان شاء الله راح يكون العمل تام، وال70 ميجا باذن الله راح يعني تضخ الى الشبكه. طيب. الان محطه الشقايه كمحطه كامله 2000 ميجا، يعني متوقع انه تغذي 100,000 بيت على مستوى دولة الكويت. 100,000 بيت؟ نعم. 100,000 بيت بتكييفه، بإضاءاته. احنا الحين الشبكة هذه، المحطة هذه راح تغذي الشبكة. ايه. تمام؟ نعم. فهي قاعد تاخذ بالإضافة إلى الكهرباء من المحطات التقليدية، الإنتاج اللي عندك من المحطة هذه قاعد يروح حق الشبكة. الحين شنو الاستهلاك في المدن ولا في المناطق ولا بالبيوت؟ راح ياخذون من الشبكه على طول، مو من المحطه. مو من المحطه، من الشبكه. اذا المحطه هي مساعد للشبكه. عليك نور. وهذه كلمه مهمه احنا نقولها دائما. وسؤال يتكرر، يعني هل ممكن ان الطاقه المتجدده تحل محل الطاقه التقليديه؟
واحنا نقول يعني على مستوى دول الخليج وعلى مستوى الوطن العربي، وحتى انا اقدر اقول يعني على مستوى العالم، ان الطاقه المتجدده ستكون دائما مصدر داعم للطاقة التقليدية. صحيح. لأن هناك تحديات أخرى ما نقدر إحنا نتعامل معها. هناك الشبك الكهربائي أيضا الخليجي وفي مشروع نعم. كبير. هذا يعني ما في بأس. إنه يعني هو دائما ممكن الدولة يكون عندها خليط من الإنتاج، وأي شيء ينتج يعني يغذى إلى الشبكة الوطنية أو الشبكة الإقليمية خلينا نعم. نقول. نعم. ولكن يعني مثلا على سبيل المثال الحين الولايات المتحدة مع كل الساعات اللي ركبوها عندهم تقريبا يمكن واصلين 15 أو 20% فقط. الصين يمكن الحين مستوى التركيب عندهم مساحات شاسعة هناك كبيرة يعني تتكلم يعني وهذه أحد أكبر تحديات بالكويت. إحنا عندنا ما عندنا مساحات شاسعة تسمح لنا أن نبني نركب هذا الكم الهائل من الهائل. ولكن تعلم تماما دكتور أن هناك التكنولوجيا الحديثة أيضا نعم. اليابانية والأمريكية وغيرها، هناك ألواح شمسية مضغوطة أي. وحجمها أصغر وتكلفتها أقل صح. يعني تخزن فيها طاقة أكبر من يمكن توصلت إلى 100 نعم. ميجا أعتقد، وألواح شمسية صغيرة جدا وتكلفتها قليلة جدا صحيح. وهذه يعني احنا يدخلنا على يعني ختاما يعني بالتكنولوجيا نعم. الحديثه اي احنا يعني متابعين لها انت وعدل اي طبعا احنا هذه دخلنا على مشروع المنازل. احنا كان في بالتعاون مع مؤسسه الكويت التقدم العلمي كان عندنا مشروع تركيب خلايا شمسيه فوق اسطح المنازل نعم. كان المفروض نختار 150 بيت. المشروع مدته سنتين وبدينا حطينا فتحنا موقع وبدأوا المواطنين يسجلون تقريبا وصل التسجيل إلى 6000 يعني مواطن. بس بعدين لما بدينا إحنا نفلتر وكل واحد مسجل نروح إلى الموقع ونقيم المكان، كنا نحتاج فوق سطح كل منزل مساحة 70 متر مربع. للأسف أحد أكبر التحديات بالكويت إن أنا من أبني بيتي ما أوزع مكان تكييف طريقة مناسبة يخلونه بالنص يصير إيه بالضبط ويصير عندك الدكت بعد منتشر نعم. بالسطح يضيع علي كل المساحات نعم. فيصير ما أقدر أركب هذه ما عندي 70 متر أني أركب 10 كيلوات تقريبا يعادل 5% من كهرباء البيت تقريبا نعم. فما عندي هذه المساحة أني أنا أركب. لو أنا بغيت نظام شمسي يشغل كل البيت مع التكييف أنا راح أحتاج إلى فريج عشان أشغل بيت واحد إيه. عرفت شلون؟ إيه. ولكن احنا نقول الفكرة انه يكون فيها مثل ما يقولون بالانجليزي وين وين سيتويشن، رابح. شلون؟ انه لو انا استغل اسطح المنازل في دولة الكويت واخليها تنتج كهرباء، وبدل انا لا استهلك الكهرباء في بيتي لانها بس 5% مو هذا نعم. بالعكس انا انتج واغذي الشبكة إيه. فتصير البيوت شبكة الدولة ايوه فتصير إيه. المنازل اسطح المنازل تصير هي محطة قوة قاعد تغذي الشبكة لو طبقنا فكرة على سبيل المثال الشركات الخاصة في بريطانيا أو في أوروبا أو في أمريكا، أن أنت عندك في بيتك أنت تنتج وتبيع حق الشبكة وتبيع إيه إيه؟ وأنت تأخذ من الشبكة تستهلك صحيح. فلو قلنا عشان شجع المواطن ممكن جميل. الدولة تشتري إنتاج المواطن بسعر 40 فلس للوحدة وأنا لما أستهلك تحاسبني بفلسين. فبالحالة هذه الدولة ما بنت محطات جديدة ما تكلفت مليارات والكل استفاد الوطن والمواطن بالضبط. فالحكومة استفادت والدولة استفادت والمواطن استفاد. ختاما مشروع شقاية متى راح يرى النور إن شاء الله؟ بإذن الله المرحلة الأولى خلال شهر راح هذا، المرحلة الثانية في 2021، الثالثة 2025 إلى 2030 تكون محطة كاملة إن شاء الله. راح يكون بإذن الله احنا بدأنا ب 2000 ترى بس في أخبار حلوة أنه في إضافات فراح إن شاء الله نوصل حق الرؤية وهدف حضرة صاحب سمو إن إنتاج كهرباء 15% من الطبع الكهرباء في دولة الكويت في 2030 إن شاء الله راح نكون أكثر من هذا النسبة بإذن الله أكثر من هذا الرقم إن شاء, نعم. إن شاء. وانتو الله. قدها إن شاء الله الله يسلمك بارك الله فيك دكتور يحيى الهدبان باحث علمي ومشارك بمركز أبحاث الطاقة والبناء شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك نشفت ريجك لا شكرا ضيفنا الكريم مستمرين معاكم بعد الفاصل اليوم أحبابنا يعني الأجهزة الذكية صارت جزء مهم من حياتنا إحنا نتعامل معها بل أصبحت ممكن هي تتحكم في حياتنا اليوم بعد ولكن فوائدها كثيرة بالتأكيد لكن سلبياتها أيضا أكثر على حسب أنت استخدامك لهذا الأمر إما أنك أنت تخليه لصالحك أم تسخره
إذا أنت إنسان فيك النزعة إلى الشر أو النزعة إلى الخير. راح أتكلم يعني وسمعنا في الفترة الأخيرة كثير من الاختراقات اللي تتم للأجهزة. سمعنا بنوك تم اختراقها على مستوى العالم، أجهزة وزارات حساسة تم اختراقها، معلومات كانت تنشر بين فترة وفترة تهدد الاقتصاد وغيره. ناهيك عن اليوم الخصوصية، يعني اليوم كثير من وسائل التواصل الاجتماعي أنت تضع في أي شيء على هذا الجهاز فهو معرض إلى السرقة، معرض إلى الاختراق في هذا الجهاز. في النهاية الجهاز هذا صنع إنسان، ويقدر إنسان شخص آخر يخترق أو زرع فايروس أو غيره من هذه الأمور. مواضيع كثيرة على الأجهزة راح أتكلم معها مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله أصغر. مساك الخير أخوي عبد الله، حياك الله. مساك الله بالنور. أول شيء طبعا بما أن برنامج مسائي نمسي على كل المشاهدين، وإن شاء الله في معلومات وايد حلوة راح نفيدكم فيها، ودائما أكيد نفيدكم إن شاء الله. حياك الله، ودائما إحنا نستفيد من هذه المعلومات اللي تهم الجمهور داخل الكويت وبرا الكويت في هذه القضية. وكل واحد اليوم عند مع جهاز يستخدمه واضع حياته في هذا الجهاز. شنو أكثر شيء أزعجك في موضوع الأجهزة الذكية اليوم وفعلا الناس غافلة عنه وحاب تبتدي فيه؟ أول شيء الناس، أكثر شيء زعجني الناس. الناس نفسهم؟ أي الناس نفسهم. إيه؟ استخدامهم للتكنولوجيا وايد خاطئ. يعني أنت اليوم تبتي تستخدم هذا الجهاز لازم يكون عندك إيميل. ما يصير أنت تي تستخدم الجهاز تروح حق محل يسوي لك إيميل، لازم أنت تسوي الإيميل بنفسك عشان معلوماتك أنت تحفظها، تحط مثلاً تاريخ ميلادك، الفيرست نيم واللاست نيم، الباسورد مالك، الشغلات هذه أو رقم تلفونك توثق فيها الإيميل مالك أول شيء، عشان لقيت أنت سجلت في أي برنامج تواصل اجتماعي أو حتى في أي موقع تقدر أول شيء في حالة الاختراق ترد إيميلك، لأن أنت اللي سويت هذا الإيميل، ما راح تروح ترجع حق المحل والمحل يقول أنا ما أعرفك منو أنت. نعم. أنا ما سويت لك هذا الإيميل. يعني الإيميل يحفظ حسابي. طبعاً، لأن الإيميل أنت هو أول خطوة أنت راح تسجل فيها في هذه البرامج. فأول خطوة أنت تسويها أنك أنت تسوي الإيميل بنفسك. الناس تنسى. أي ولا يوم شرحت الموضوع هذا. الناس تنسى عبد الله. لازم ما تنسى عاد هذا الحين. إحنا خلاص ب 2018 صار كل شيء عن طريق الإيميل. أنت عارف الحين المواقع، الوزارات، البرامج التواصل الاجتماعي. ينسى الرقم السري يعني. أوكي الإيميل عارفه، لكن ينسى الرقم السري يعني. سهلة. أنت تحتاج إنه يحفظه بالجهاز نفسه الرقم السري. لا يحفظه عادي. يسوي فورجيت باسورد وعن طريق رقم تلفونه راح يرجع. هو من البدايه لما يسجل الايميل لازم يكون حاط كل الخطوات هذه صحيحه، يعني رقم تلفونه، يحط ايميل بديل، يحط الشغلات هذه. في حاله اذا نسى الباسورد ما في مشكله، عادي يسوي فورجيت باسورد وراح يوصل له كود عن طريق التلفون، وبعدها راح يغير الباسورد بدقائق. جميل. عبد الله انت متى اهتميت بهذا الامر؟ انت على المستوى الشخصي متى لفت انتباهك واهتميت فيه؟ هل تعرضت لاختراق لحساباتك الشخصيه والله صراحه تقريبا قبل 15 سنه بلشت في هذا المجال، وكانت بدايتي صراحه احب سالفه اللي هي اساسا شلون احنا نخترق الكمبيوتر وشلون نقدر ندش عليه عن طريق الباك دور. طبعا في فيروسات انت تقدر تنشرها، وبعدين انت تقدر تدش على الجهاز. طبعا هي السالفه ربط بالاي بيات وكذي، انك انت تدش على هذا الجهاز. بس الحين الطريقه طبعا صارت وايد اصعب مع ابي برا، من برا او من داخل يكون برا الكويت. الطريقه وايد صارت اصعب الحين، خلاص الحين اصعب. صار طبعا اصعب لانه صار التحدي صار لكم كبير. انت استانستوا انه صار اصعب؟ استانستوا كنت تتحدون اكثر انتم؟ لا بالعكس، انا اساسا مو يعني شخص مو هاكر انا اساسا. بس تقدر تصير هاكر؟ لا اكيد لا. انا طبعا لا يعني عندك العلم الكافي انك انت ممكن تصير هاكر؟ اكيد في العلم الكافي، وفي على حسب طبعا دراستي انا درست كودينج وكذي. فهو ترى كل شيء بالتكنولوجيا يعتمد على البرمجه، هو مو سالفه هاكر، سالفه برمجه. اذا انت تفهم بالبرمجه راح تعرف تدش على البرمجه الفلانيه مالت البرنامج او مالت الكمبيوتر او مالت شنو ما تكون، شوف البرمجه في ثغره تقدر تدش هنا الحجي. فانت تقدر، لكن ما حاولت يوم من الايام انك انت تخترق من باب الضحك يعني، من باب الدعاب مع اصدقائك مع ربعك؟ انا بالعكس شوف اجرب مرات، اذا في شيء يعني اذا في اي موقع او في مثلا اي برنامج في اي مشكله. نعم. راح ادش اجرب ان انا اخترق هذا الموقع او حتى هذا البرنامج، وبعد ما اخترقه احاول اتواصل مع الشركه هذه واقول لهم الثغره الفلانيه. يعني انا حتى تواصلت مع شركات كبيره مثل شركات ابل وغيرها، اذا في اي شيء خلل او مثلا برنامج يعتبر في جديد في شيء احاول اتواصل معهم. طبعا اكيد واعطيهم هذه الثغرات. تواصلوا معاك؟ هل تواصلت مع هذه الشركات الكبرى واعتمدوا أكيد اسمك عندهم انه يقول لك تعال عبد الله جرب هذا؟ ما في اعتماد صراحه، ولكن في تواصل مع شركات كبيره. زين داخل الكويت في اشياء يعني انت اخترقتها للتنبيه، يعني تقول يا جماعه حطوا بالكم ترى عندكم خلل في هذا المكان صار معاك من غير لا نعرف المكان؟ في صراحه انا اتمنى ان مثلا في ثغرات وايد بوزارات هنا عندنا.
في ثغرات صراحة، لأن هم قاعد يستخدمون برمجية تعتبر يعني ضعيفة نوعا ما، في لها ثغرات عرفت. أنا أتمنى أنهم يلجؤون حق اللينكس أفضل من الويندوز صراحة، لأن السيرفرات اللي موجودة هنا داخل الكويت يعني على سبيل المثال أول شيء ما تتحمل، يصير عليها لود. حتى تشوف مثلا على سبيل المثال أنا أعطيك الطلاب، هنا عندنا من وقت التسجيل بالجامعة تلاقي ما يقدر يسجل، يصير الضغط على هذا الموقع ويسكر الموقع. يفترض أنهم يأخذون سيرفرات أقوى من الموجودة ويعدلون عليها، وفيها ثغرات وايد كبيرة لازم تتحسن. ترى يعني على مستوى الوزارات كلها لازم السيرفرات هاي تتعدل، واكيد هم عندهم فريق وعندهم. وانت قلت في ثغرات، معناته انت جربت وحاولت وعرفت ان هناك ثغرات. في ثغرات. بعد الفاصل مستمر مع اخوي عبد الله، ابقوا معنا ان شاء الله. عبد الله، والله أسئلة كثيرة يعني من الجمهور المتابعين، فودنا إن شاء الله نلم الموضوع ونجاوب على أسئلتهم مباشرة إن شاء الله. اليوم الأجهزة اللي معانا بيدينا سهل جدا اختراقها، أو يعني ممكن إني أنا أضع لها حماية معينة أو إعداد لازم أقوم فيه حتى إني أحمي جهازي وأحمي معلوماتي؟ وايد صعب طبعا إنك أنت تخترق اليوم تلفون لعدة أسباب. أول شيء التلفون هذا شابك أكيد على إنترنت مثلا 4G، صحيح. حلو، شبكة الفورجي هنا عندنا بالأساس أنت في عندك أبراج، أنت شابك على هذا البرج، هذا البرج ما يعطيك ستاتيك آي بي، يعطيك شغلة اسمها شيرد آي بي. الشيرد آي بي يعني في آي بي فوق أساسا موجود، فأنت عشان توصل حق الآي بي الأساسي بعدين من الآي بي الأساسي تروح على هذا الجهاز يعتبر شبه مستحيل. فالاختراقات اليوم صارت وايد صعبة، مو شيء سهل. زين، في ناس طلعوا بلقاءات تلفزيونية نشوفهم يقولك وأنا قاعد أقدر أخترق تلفونك الآن. كلام فاضي، كلام فاضي. شفت اللقاءات هذه انت صح؟ اكيد طبعا كلام فاضي سالفة هذه. وبعدين مو صحيح الكلام اني انا اقدر اخترق تليفونك وعطني بس رقمك ودقائق وتشوفني تلاقيني؟ ما في عن طريق رقم التليفون، ما في. حتى لو يعني يحتاج انه هو اول شيء ينزل برنامج على جهازك، وحتى لو نزل برنامج على جهازك لازم يعطيه بروموشن اللي هو تصريح انه هو ياخذ معلومات معينه مثل ارقام تلفونات، مثل الصور، مثل يعني لوكيشن مال التليفون. في في شغلات هذه في برامج احنا لما نشترك فيها يطلب مني السماح بالدخول الى الصور، السماح بالدخول الى ارقام الهواتف، السماح بكذا. هل اسمح له او ما اسمح له؟ لازم انت تسمح عشان تستخدم هذا التطبيق، انت مجبور. هل انا اعتبر اني انا الان يعني جهازي عاري امامه ممكن تقريبا بس يعني مثلا على سبيل المثال مثلا الواتساب، الواتساب برنامج فيه اكثر من اليوم وصل تقريبا اكثر من 500 مليون مستخدم. فمو معناته ان الشركه راح تستقصدك انت تبيك او تبي معلوماتك، عرفت. سيرفرات وايد كبيره، سيرفر مال شركه الفيسبوك اللي هي تملك اليوم الواتساب وتملك الانستغرام، كميه هائله من هذه المعلومات وايد كبيره. فالسيرفرات تقريبا اذا انت تبي شيء معين لازم تروح حق الشخص الفلاني. فاكيد طبعا الشركات هذه اساسا يعني مثل شركه الفيسبوك اكيد موقعه مع حكومات، تتعاون مع حكومات. فتره تم اختراق حسابي، انا غير مسؤول عن حسابي لان تم اختراقه. الواتساب الناس اللي تكلمني يا جماعه انا محتاج فلوس والله ما اقدر، الحكي اللي تسمعه اللي يصير والله تم اختراق حساب. هل هو الشخص قاعد يفتعل هذا الامر ولا فعلا تم اختراقه؟ والله صراحه بعض الاحيان تصير اتفاقات، اكون مصريح معك، بعض الأحيان تكون في اتفاقات ما بين أشخاص. أنا خل أقول اليوم أنا مثلا حسابي اخترق لفترة معينة عشان بس ألفت الانتباه، وبعدين أقول والله حسابي يرجع الحين تقدرون مثلا تتابعوني مرة ثانية وكذي، كلفت انتباه أن أنا ترى موجود. تقدر تكتشف عبد الله بهذه النقطة أن أنا فعلا حسابي مخترق أو أنا مفتعل هذا الأمر؟ أكيد أنت تقدر تكتشفه. يبين إيه؟ شلون يبين؟ ليت انت ساعدته وطلبت منه مثلا الايميل او طلبت منه بعض المعلومات، طبعا راح يقول لك انا نسيت الايميل، انا نسيت ما ادري شنو، انا نسيت رقم تلفون. مو معقول انه مو مسوي هذه كلها، يعني مو معقول مو حاط رقم تلفونه، مو حاط ايميل. اذا هو شخص اكيد طبعا واصل ومشهور اكيد لازم يامن نفسه، صح ولا لا؟ نعم. عرفت؟ بس انا مثلا اذا اشخاص عاديه يعني شخص مثلا قاعد يستخدم التلفون او حتى هذا البرنامج بشكل وايد عادي يعني بس مشاهد نقدر نقول. نعم. زين؟ فممكن يكون محاط ايميل او مثلا محاط رقم تلفون عادي تصير. اذا ممكن هو مفتعل هذا الامر. اي ممكن هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني
الاحتمال الثاني اذا هو حاط باسورد وايد سهل، يعني مثلا في ناس يحط رقم باسورد رقم لا ما يحط 123 حتى برنامج ما راح يسمح له، بس مثلا حط رقم تلفونه مع رقم مثلا تاريخ ميلاده. نعم. مثلا حاط شغلات شخصيه خاصه فيه، فاكيد في الناس اللي حوالينا او ربع عارفين الشغلات الشخصيه هذه، فسهل انه يوصلوا له. فهم انا يعني أنصح. يعني تتوقع ان الاختراق تم من اقرباء بناس يعرفونه؟ طبعا اكيد يصير يا ناس يعرفون ان ما في واحد راح يخمن هذه الشغلات. بعدين البرامج اللي هي مثلا تكشف هويه المستخدم نفسها، مثل البرامج مثلا انا احط رقم تلفونك واشوف مثلا اسمك حلو إيه؟ في بعض الاشخاص يحطون داخل الكونتاكت يحط مثلا معلومات بنكيه، مثلا هذا الفيزا مالتي وهذا رقم سري، هذا حسابي مثلا مال انستغرام مع الرقم السري يحطه في الكونتاكت، فالبرنامج اللي هو يكشف هويه الرقم متصف. نفسه يطلع ترى هذه المعلومات. يعني لذلك اتخذت هيئة الاتصالات عملية إيقاف، راح يسعون لإيقاف عملية البرامج هذه. أتوقع من اليوم هو راح تبلش السالفة هذه. من اليوم؟ إيه إن شاء الله من اليوم. هو اليوم الاثنين راح يتم إيقاف هذه البرامج صحيح؟ إيه هو من اليوم راح يتم إيقاف هذه البرامج إن شاء الله. وترى الهيئة حاولت أنها تتواصل مع هذه البرامج أكثر من برة أن يمسحون المعلومات هذه أو يحط أو يضيفون خاصية التعديل بشكل مجاني حق الناس، إذا أي واحد يقدر يدش ويغير رقمه بشكل مجاني، يغير الاسم أو المعلومات. مرات مثلا تلاقي في شغلات مسيئه حق الشخص موجوده. صحيح انا ممكن انا يعني ممكن انا اخذ يعني ممكن عبد الله يضع اسم راشد عنده في الجهاز كمسمى اخر او راشد ويضيف شغله صح. اخرى مسيئه لي بالضبط. ولما احد يبحث عن رقمي يطلع له اسمي والشغله المسيئه عني بالضبط. انا اصحاب هذه البرامج صراحه ما تعاونوا، يعني مو قاعدين يحطون هذه الخاصيه، كل شيء يبون بفلوس. يقولون راح نشتغل تحت مظله الهيئه، ممكن يصير هذا الامر؟ يصير اذا 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 هم تعاونوا، بس اذا الهيئه مثلا قاعد تراسلهم وهم مو قاعد يردون على الكتب هذه ولا حتى على الايميلات لازم تتخذ معاهم اجراء اللي هو خلاص ايقاف هذا البرنامج. زين هالبرنامج الناس تتساءل تقول شنو سلبيته؟ خلى انا في شخص مضيع ابي عبد الله احط اسمك يطلع لي رقمك محتاجك انا، شنو سلبيات هذه البرامج؟ سلبيات هذه البرامج صراحه اللي هو مثل ما قلت لك تسيء للاشخاص اذا بحط اسمها. يعني تدري ان صارت حالات طلاق بسبب هذا البرنامج. يعني شخص مثلا قاعد يروح يخطب، قبل لا يخطب ياخذ رقم البنت ويشيك عليها داخل البرنامج يشوف شنو ماضيها من هذا البرنامج، يشوف اسمه. وقد تكون احد صديقاته او يكون احد اصدقاء هذا الشخص يظلم هذا الانسان بالضبط. من خلال اي بالضبط. فترى وايد مشاكل صارت في فيز باقت في ناس. طيب. يعني صراحه انظلموا من هذا البرنامج. اليوم عبد الله شنو الناس يعني اللي في خطر عندهم لازم ينتبهوا له في اجهزتهم؟ ناس تضع حياتها الشخصيه، صورهم الشخصيه، في ناس تصور صورها يعني خاصة فيها وتقول لك لا يا أخي أنا الجهاز هذا حط لي أنا صوري الخاصة ما حد يشوفها ما حد يطلع عليه، هذا فعلا أمان لها ولا ممكن يتم اختراقه ممكن يكون للعامة؟ طبعا صعب يتم اختراق الجهاز مثلا قلت أنه صعب يتم اختراق الجهاز، صعب يتم هذا الاختراق. بس إذا مثلا أنت جهازك سلمته حق شخص وعطيت الباسورد مال الجهاز ممكن اكيد راح ياخذ الصور. لا ترفعون صوركم على الاي كلاود وغيره لان الاماكن هذه طبعا هم معرضه للاختراق في اي وقت، وثانيا ما تكفي مساحه كافيه حق بياناتكم، يعني انت ترفعونها على الكلاود وغيره مثل جوجل درايف مثل الاي كلاود وغيره، ترى المساحه وايد صغيره. يعني ختاما مثل سناب شات الناس تقول لك تمسح الصوره ما صح. تتخزن الصوره صح، شنو تنبههم بهذا الامر؟ هل هذا امر صحيح او لا؟ يفضل انهم ما يحطون صورهم على الميمورايز. الميمورايز هي خدمه موجوده ان انت تخزن صورك او حتى الفيديوهات على الكلاود مال السناب شات نفسه. لا تسوون الحركه هذه، يعني لا تصور. تعرف في بنات غير محجبات يصورون مرات بالضبط. في امور خاصه، في ناس في احتفالات خاصه فيهم يصورون تقول لك سناب مو قاعد ارسله حق احد قاعد احفظه. بالضبط تحفظه، مثلا انت واحده حفظت صور عندها داخل الميمورايز اللي هو خدمه الكلاود نفسها اللي موجوده داخل السناب شات، جيت انا مثلا اخترقت الحساب هذا راح الاقي كل الصور موجوده داخل الميمورايز من غير ما اخذ الجهاز، من مجرد ما ادش على هذا. بس صعب اختراق الجهاز. انو نفسكم حطوا ايميلات عدله، حطوا رقم تلفوناتكم، وبعدين لا تنسون ان تكتبون هذه المعلومات كلها على ورقه وتخلونها عندكم. يعني هذا ختام اللي تبي تقوله، يعني في شيء الناس مو انتبه له تنبههم له، يعني خصوصا الاعدادات الواتساب وغيره. ختاما يعني يفضل ان انتم تدشون داخل اكيد سواء بالواتساب او حتى بالانستغرام او اي برنامج في خاصيه اللي هي تو ستيب فيريفيكيشن، تدشون عليها وتفعلونها اللي هي تفعيل بخطوتين. التفعيل هذا يتطلب طبعا بعد ما انت تحط رقم تلفونك والايميل مالك، كل ما تبي تدش البرنامج راح تحط اكيد الرقم السري وبعدها يوصل لك كود على التلفون، تاخذ هذا الكود وتحطه ويفتح معك البرنامج. في حاله اذا واحد اخترق اي برنامج عندك ما راح يقدر يدش الا لين ياخذ هذا الكود.
جميل، بارك الله فيك اخوي عبد الله وشكرا جزيلا لك. ختام اللي باقي حسابه تقدر ترده ان شاء الله باذن الله راح ارده. مشكور ما قصرت. كل شكر ضيفنا الكريم عبد الله اصغر تقني اجهزه ذكيه، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، كنت معكم راشد حسن، تصبحون على امن وامان وصحه الابدان، الى اللقاء.